متواجدين في المباشر من ناس خارجي باشا معروف في باشا بسوق باب الزنيز. كما تشوفوا هذه هي الاجواء لهنا نهار قبل الاحتفال بعيد الاضحى المبارك. كما تشوفوا اليوم حركيه كبيره اليوم في السوق، مواطنين يعني تقضي في قضيه العيد. كما تشوفوا الكوان الشوايات كل شيء متوفر لهنا في السوق. كما تشوفوا حركيه تجاريه كبيره اليوم في نهج خالدين باشا معروف بسوق باب الزنيز. اغلب المنتوجات لهنا اليوم متوفره في السوق. فما تصويره في العنطينة. المباشر الاجواء والحركيه اليوم في سوق باجا استعداد الاحتفال بعيد الاضحى المبارك. كما تشوفوا العاده هذيا تبقى ديما في كامل تراب الجمهوريه كما نقولوا بلغتنا، يعني التمضيه نتاع السكينه والادوات نتاع ذبيحه الاضحيه. كما تشوفوا اغلب المنتجات هنا متوفره من شوايات من كوان كل شيء هنا متوفر اليوم في سوق باجا. حركيه تجاريه كبيره برشا استعداد الاحتفال بعيد الاضحى المبارك. صحيح صحيح تقريبا يعني اغلب ال الإسرائيلية
On va y aller, 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 on va y aller,